صحيفة الحياة الخبر عنوانه يقول الشورى يناقش تهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة للسيارة. انتبه. يناقش مجلس الشورى الاثنين بعد المقبل توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة السيارة، إذ تقدم عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة. دكتور، قبل ما تعلق على هالخبر، أنت سابقا أذكر مع علي كتبت لك حلقة وقلت ما راح أتكلم عن موضوع قيادة المرأة للسيارة. صحيح. هل الآن الأوان أنك تتكلم؟ لا، شوف، للأمانة فعلا مع أبو سعد في أول حلقة من حلقاتي قلت له أنا في قضايا لن أتحدث عنها لأنه ميؤوس منها، قضية قيادة المرأة للسيارة، قضية فلسطين، كذا قضية حددتها. القضية الآن لسببين سأناقشها. أول شيء بضغوط الناس الحقيقة كل ما أروح محل سأتكلم تكلم تكلم، فأنا بسدد هدف وما عاد أتكلم مرة ثانية. ثانيا اني حسيت انه هالقضيه هذه زي ما قال عبد الرحمن الراشد في احد مقالاته انه هذه القضيه تاخيرها صار جزء من مشكلتها، تاخيرها كل مره تؤجل صارت كانها قضيه مخدرات. يعني مثلا السلطان اللي قرأنا تصريح عضو مجلس الشورى، شوف اليوم مش كاتب في عكاظ عضو الشورى لدينا في المجتمع ما هو اهم من قياده المرأة للسياره. شوف الان اوكي احنا عندنا قضيه اهم، هو لا حل الاهم ولا تركنا نحل الامور البسيطه، ترى الحياه هي فن الامور البسيطه. خلينا نتكلم في قيادة المرأة للسيارة. حنا يجب أن نعترف إذا أنها مشكلة أو ما هي مشكلة. إذا ما هي مشكلة فنقفل البرنامج ولا عاد نتكلم في الموضوع. إذا أنها مشكلة فلا بد للمشكلة نحل، والعقلاء لا يتحدثون في المشاكل، يتحدثون في الحلول، وأنا من العقلاء. قبل فترة أرسلت لي سيدة رسالة فيها حل واعتبرته حل منطقي، يمكن قد كتب قبل ذلك لكن أنا كاتبه يوم الأحد الجاي في مقالي في صحيفة المدينة. تقول أنتم الآن رافضين، حنا ما نبغى تأشيرة سائق، نبغى تأشيرة سائقة من أي جنسية ومن أي عمر، تلبس لبس معين وتكون في بلدها تسوق، وبالتالي أركب معها بالسيارة أرتاح، ممكن ألمسها وأنا أعطيها الفلوس مثلا جي من البقالة ألمسها ما تحرج، ممكن أسيطر على رايحتها لأنه في كثير من السيدات يشتكون من رايحة السواق في السيارة أنها رايحة مزرية، أنه ما تقدر تتكلم معه ولا تقدر تعطر السيارة عشان لا تدخل في مشاكل الآن مثلا الدينية من مسألة المرأة إذا تعطرت. ايضا تقول، وهذه معلومه خطيره يعني كيف الناس غافل، تقول انه حنا ما نبغى الاختلاط ولذلك جبنا سائق اجنبي فارتكبنا خلوه. انا السواق مساحه سياره مترين في مترين، صار معي انا وياه خلوه شرعيه اروح معه في الساعه 12 في الليل لمشوار انا وياه، وهذه خلوه بلا بكل اجماع الفقهاء الخلوه انه رجل وامراه ما معهم احد ابدا. فتقول الان حنا هربنا من الاختلاط وطحنا بالخلوه وصرنا العن في الموضوع ذا. ايضا لماذا لا يكون سائق الباصات حق روضه الاطفال والبنات سيدات بحكم انهم يعرفون اكثر؟ الموضوع يا ابو سلمان كبر للامانه كبر، وفي اكثر من كتاب الان كتب عنه. ايضا صارت تعرف زمان لما تروح الاحوال المدنيه يقول لك في علامه فارقه مثلا في الوجه يقول لك اثار جدري، الان صارت العلامه الفارقه في السعوديه بكل دول العالم يقول لك ان السعوديه تحضر قياده المرأة للسيارة. فاتتنا كثير من الجوائز، فاتتنا كثير من التمثيل للمؤتمرات، فاتتنا كثير من المناصب الدوليه بسبب هالقضيه هذه التي فعلا ما لها اب. المجتمع يقول والله القيادة ترفض، القيادة تقول الدين، الدين يقول والله المجتمع ما يرفض المرفض. بعدين طلعنا بشيء ديني انها تضر المبايض، يعني اختراعات طلعنا المبايض قال لك البيئة المناسبة. شوف الناس تخترع اعذار ابليس ما يقدر يقولها، والله شوف اعذار مبايض، طيب حلنا المبايض طلع انه مو صحيح. جينا في البيئة، البيئة هذه كيف مصطلح فضفاض، كيف تحل البيئة؟ أنا أعتقد أنه حنا بحاجة لأنه القرار هذا ممكن يعد أنه أسائقات أجنبيات في البداية زي ما هم موجودين، ونبتدي تدريجيا بضبط الأمور داخل المدن بعد الساعة 8 ما في، يعني لها شروط. المهم أنه هذا القضية تغفل إلا إذا عندك مانع، يعني كأنك ضد قيادة المرأة للسيارة. لا بالعكس، يعني حتى أنا ما راح أقول وجهة نظري، يعني مثلك بمتنع عن الحديث عن هالموضوع. نعم. يعني ما في إلا أنت تمتنع، إحنا بمتنع. حلو. بمتنع، لكن حتى تصريحات القيادة ما تم ذكر أنه هي يعني ممنوعة إذا تقبلها المجتمع وبحلول واقعية. تمام. نعم. بس كذا، بس أنا المشكلة وش هي؟ يجيك أحد ويعمم يقول المجتمع لدينا يا أيوة لا يقبل قيادة المرأة للسيارة، أو العكس يجي واحد يقول كل المجتمع يريد أن تقود المرأة للسيارة. التعميم وصيغة التعميم بهذا الشكل
وبالتالي تبنى عليها آراء، وكأني أنا يعني أقولب رأي الناس في رأي واحد. أنا أتوقع هذه مشكلة. أي ما في عندك إحنا قياس رأي عام، هذه مشكلة. ثانيا من المتضرر، المتضرر الآن المنع، ولا اللي ما يبغى يرغب لا يسوق، لكن المتضررين المنع. ترى في ناس عندهم حرم، بنات حرموا من وظائف، حرموا من أشياء كثيرة، ما عندهم مصادر للدخل بحيث يوفرون سواق. السواقين يبتزون السيدات ابتزاز غير معقول تماما. فما دام ما في وحدة، خلي الأمور مفتوحة. وين المجتمع اللي نقدر نقيسه؟ أنا مرة واحد قال لي المجتمع يرفض، قلت له كيف؟ قال أمي وخواتي ضد الموضوع. قلت أمك وخواتك مو المجتمع، المجتمع ترى أكبر من أمك وخواتك. فما دام ما في وحدة قياس رأي ولا شيء، من المتضرر؟ المتضرر اللي ما وين مسموح له. زي تعليم المرأة بالضبط. أنت خدت تعليم المرأة، تعليم المرأة ترى وجه التلفزيون وجه في البداية كلها، لو ترجع للتاريخ نفس الشيء. تعليم البنات الملك فيصل الله يرحمه قال اللي يبغى يدرس بنته، اللي ما يبغى لا حد، ما حد يجبره. فأنت افتح الباب وخلي اللي يبغى يسوق يسوق، واللي ما يبغى يسوق ما يسوق. طيب.